بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التمرين على الـ arrays. التمرين يقول لك إنه write a program that finds the largest element in an integers array with 5 elements. وال elements are read from user. فاللي يقول لك السؤال هذا يقول لك إنه اكتب لي برنامج يوجد لي أكبر عنصر في array فيها integers, يعني في أرقام integers. وعدد الالمنتس او العناصر اللي في الاري 5, زين, والالمنتس هذه راح نقراها من اليوزر. طيب, قضيه انه كيف نسوي اري ونقرا الاري من اليوزر وهذه انتهينا منها. لا, بس الان خلونا نشوف, نركز على الفكره الرئيسيه وهي كيف نوجد اكبر عنصر في الاري. هذه هي الفكره الرئيسيه. الان افرض ان هذه هي الاري موجوده عندك, زين, فيها عنصر, عنصرين, ثلاثة, أربعة, خمسة, زين, هذا صفر, واحد, اثنين, ثلاثة, أربعة. ولنفرض أن فيها مثلا ثلاثة, خمسة, اثنين, واحد, مثلا أربعة, زين. طيب, واضح أنه أكبر عنصر هو العنصر الثاني, أو خلني أسوي تعديل بس بسيط هنا, زين, في الأعداد, وأقلب هذولي الأعداد مع بعض وحطينا هنا اثنين وهنا خمسة, زين. العنصر هو العنصر الثالث, هو أكبر عنصر. طيب, الآن كيف راح نحل البرنامج هذا؟ أول شيء, يعني أنت وتفكر بدون الكمبيوتر, يعني راح تقول أني والله, يعني أنت لو بتحله بيدك كذا, عندك لستة فيها مجموعة أرقام تبغى تلقى أكبر رقم فيهم, راح تقول والله بمشي أنا على أرقام رقم رقم, زين, وبشوف والله هل هذا أكبر رقم. طبعا كيف احدد انه اكبر رقم؟ والله ما ادري انا هل هذا, او توي بادي في اللسته, اذا راح اقول والله اول رقم هو اكبر رقم, ما ادري انا, يمكن الثلاثه هي اكبر رقم, فراح اكتب الثلاثه على جنب هنا, خلنا نكتبها هنا, ثلاثه هي اكبر رقم, زين, خلنا نكتب هنا largest, مضبوط, فالثلاثه هي اكبر رقم, زين. بعدين اروح للرقم اللي بعده, هل الاثنين اكبر من هل الاثنين اكبر من اكبر رقم انا شفته؟ لا, الاثنين ما هو اكبر, اذا يظل الثلاثه هو اكبر رقم, زين. هل الخمسة أكبر من الرقم اللي شفته؟ نعم, الخمسة أكبر, إذا نروح نشطب الثلاثة هذه ونحط هنا خمسة, هذا هو أكبر رقم, زين. نروح اللي بعده, الواحد, هل الواحد أكبر رقم عندي؟ هل الواحد أكبر رقم؟ هل الواحد أكبر من الخمسة؟ لا, طبعا الواحد ما هو أكبر من الخمسة, إذا يظل أكبر رقم هو خمسة. نوصل الأربعة, هل الأربعة أكبر من الخمسة؟ لا, ما هي أكبر من الخمسة, فإذا ننتهي. هذا يدويا, يعني بدون برنامج بدون شيء, يدويا وجدت انه الخمسه هي اكبر رقم. طبعا يمكن العمليه دي فيها تفصيل, لكن يعني انت لو بتحله يعني بيدك يمكن بسرعه كذا تشوف 3 2 5, اوكي, خمسه هي اكبر واحد, مضبوط, بتمشي كذا عليهم بسرعه يعني تشوف. لكن فعليا يعني لو بغيت تفصل العمليه, هذا اللي تسويه انت, يعني فعليا تفكر فيه, بتقول اوكي 3, لا 2, اوكي 3 شكلها هي اكبر واحد, بعدين 2, يعني افرض ان عندك عشان تدرك, يعني لان هذه صغيره يعني ممكن تسهل عليك, لكن افرض ان عندك 100 رقم, مضبوط, كيف تلقى اكبر رقم فيهم؟ بتضطر انك تسوي الطريقه دي, ما لك طريقه ثانيه, بتقول اوكي خلينا ناخذ اول رقم, ثاني رقم, ثالث رقم, نمشي عليهم الارقام واحد واحد, مضبوط, بشوف الرقم الاول هو اكبر واحد, خلاص افترض انه هو اكبر واحد, ثم بعد كذا اشوف الثاني, الثالث, الرابع, وهكذا. هذه هي الفكره بالضبط, هذا هو البرنامج اللي راح نسويه. البرنامج راح يمشي لي على الاري في لوب, يمشي لي يقول اول شيء البرنامج يبدا يقول لي العنصر الاول, الالمنت الاول اللي هو الاندكس حقه 0 هو اكبر رقم, لان الى الحين انا ما شفت شيء ثاني, فافترض انه الالمنت الاول في الاندكس حقه 0 هو اكبر رقم. بعد كذا اقوم امشي على اللي بعده, هل اللي بعده اكبر, احطه هنا كاكبر رقم, زين, احطه هنا, زين, هل العنصر الاول الثاني اكبر من اكبر رقم؟ لا. هل العنصر الثالث أكبر من أكبر رقم؟ نعم, فأجي أقول أوكي أكبر رقم عندي هو الخمسة, مضبوط, العنصر الرابع هل هو أكبر؟ وهكذا إلى أني أوصل العنصر الخامس. خلينا نشوف, هذا هو البرنامج, خلينا نشوفه في الإكليبس, عفوا في جليت. فهذا هو البرنامج, طبعا عرفنا سكانر, خلينا ننفذ البرنامج بشكل سريع, نشوف كيف يشتغل. طبعا راح أمشي الجزء الأول من البرنامج حتى نقرأ المصفوفة, زين, سوينا مصفوف فيه خمس عناصر. الآن جاء وقت القراءة, راح ندخل نفس القيم اللي دخلناها
سابقا وهي 3 2 5 1 4. راح أقول له 3 هنا، زين 2 هذا القيمة الثانية، وخمسة القيمة الثالثة، وواحد هذه القيمة الرابعة، وأربعة هذه هي القيمة الخامسة. زين الآن انتهينا من اللوب وراح يطلع لنا برا اللوب، أو عفوا خطأ بسيط لأني ما عرفت الفاريبل ماكس، يكون فيه هنا تعريف للفاريبل. طيب للأسف طبعا هذه مشكلة جلت إنه ما يعطيك الأخطاء الكومبايل، هذه المفروض إنه يعطيك إياها مباشرة، لكن انتظر لين يتنفذ البرنامج يعطيك إياها، مو زي الإكلبس. فخلونا نضطر إن نرجع ننفذ البرنامج. طيب أنا نفذت البرنامج حتى انتهاء من قراءة اللوبز، الآن من قراءة الأري، الآن قرينا الأري وعبينا العناصر عندنا، الآن يجي زبدة البرنامج وهو اللي يوجد لي أكبر عدد في الأري. طيب كيف يمشي البرنامج؟ أول شيء نفترض أنه الماكس أكبر عدد في الأري هو أول عدد، زين أيا كان هذا العدد، فقلنا R0، زين R0 معناته راح عطنا الاندكس 0 اللي هو أول اندكس في أول عنصر في الأري، وعطنا القيمة اللي فيه، زين وليس الاندكس، عطني القيمة اللي فيه، القيمة اللي فيه كم؟ 3. حط لي 3 هي الماكس، الآن أكبر قيمة هي 3. الآن الجزء اللي بعده راح نجي لللوب، ولاحظ أن اللوب بدينا من 1، ليش؟ نبغى نبدأ من الاندكس 1 وليس 0، 0 خلاص خلصنا منه وانتهينا منه، زين فرضنا أنه هو أكبر واحد، نبدأ الآن من العنصر الثاني اللي هو الاندكس حقه 1، ونبدأ نمشي على الأري، مضبوط، خلونا نسرع العملية شوي، نمشي على الأري، نجي العملية المقارنة هنا، هل العنصر الحالي R of I، زين هل هو أكبر من أكبر عنصر شفناه قبل؟ هل هو أكبر من الماكس؟ لا ليس أكبر من الماكس، إذن الإف هذه ما راح تتحقق، وراح نرجع مرة ثانية لللوب بدون ما نسوي أي شيء. جينا الآن للعنصر، نجي الآن للعنصر الثالث، زين العنصر الثالث الآن اللي هو الاندكس حقه 2، مضبوط، هذا العنصر، نسأل هل العنصر الثالث أكبر من الماكس؟ نعم العنصر الثالث أكبر من الماكس، هذه قيمة الماكس الآن 3، مضبوط، قيمة العنصر الثالث أكبر من قيمة الماكس. في الحالة هذه راح نقول أن قيمة الماكس تاخذ قيمة العنصر الحالي، لأنه هذا العنصر هو اللي لقينا أنه أكبر عنصر. هي نفس الفكرة اللي قلتها لكم قبل، هذه نفذناها في البرنامج. راح ناخذ الآن الخمسة، قيمة القيمة الخمسة هذه، لاحظ طبعا سوينا أكسس من جديد، زين سوينا أكسس من جديد وأخذنا الخمسة وحطيناها هي أكبر قيمة، ومن ثم نستمر في تنفيذ البرنامج هنا، زين حتى ننتهي من اللوب. دخل العنصر الرابع، العنصر الرابع ليس أكبر، راح العنصر الآن الخامس، والعنصر الخامس اللي هو قيمته 4 ليست أكبر من الخمسة، وانتهى قالنا أنه أكبر قيمة موجودة في الأري هي القيمة 5. الآن تمرين مهم جدا لك، أبغاك طلع لي بدلا من أنك طلع لي أكبر قيمة موجودة في الأري اللي هي الخمسة، أبغاك تطلع لي الاندكس حق أكبر قيمة، زين يعني معنى وش الجواب عندنا هنا؟ وش راح يطلع لنا برنامج؟ ما راح يطلع لي 5، زين وإنما راح يطلع لي 2 اللي هو الاندكس حق أكبر قيمة، بدل من أنه يطلع لي أكبر قيمة.